ساكش باب معك محمد داود ستراير، واليوم جاي لكم انبوكسنج لعبة نيد فور سبيد موست وانتد ليمت اديشن. الليمت اديشن طبعا ما يجي الا مع الطلب المسبق او البري اوردر لعبة نيد فور سبيد موست وانتد. طبعا اللعبة ما شريتها وجات طبعا من مشينما، فزي ما تشوفون بتكون ريجن 1. هذه ريجن، فين ريجن؟ اوكي هذه ريجن 1 يكون هنا على الجنب، هذا هو. و زي ما تشوفون انه تقبل بلاي ستيشن موف اللي هو الدركسون حق بلاي ستيشن موف، هذا هو. خلينا نسوي لكم فوكس عليه، اوكي هذا هو. و طبعا ان يقولون انه فيها سيارات ثانيه ليمت اديشن، خلينا نفتح العلبه ونشوف، ممكن يطلع لنا سيارات كويسه وكذا. خلينا نشوف خلف الغلاف هل في شيء. يا يقول انه في ملتي بلاير بونس، يعني يقول لك 4 ساعات من الدبل اكس بي، اوكي. وتاخذ البورش كاريرا 911، دقيقه خلينا نسوي لكم فوكس عليها، بورش كاريرا 911 اس ومازيراتي جراند توريزمو، بدري قبل الناس كلهم، فشيء كويس. اللعبه المفروض كانت تجيني قبل تاريخ اصدار اللعبه او تاريخ اصدار الرسمي للعبه نفسها، لكن بسبب ظروف اعصار ساندي والاشياء هذه تاخرت علي اللعبه شوي، فمو مشكله. المهم خلينا نفتح الغلاف اول شيء. طبعا بتشوفون في الفيديو في العنوان كذا مكتوب NFC او NFS، و دقيقه خلينا نشوف الغلاف، ايوه NFS 001. طبعا هذه شيء خاص بالمشينما لانه اللعبه جاتني مجانا زي ما قلت لكم من المشينما، فهذا شيء خاص بالمشينما، يعني زي تقولون رمز او كود خاص من حقين مشينما، يعني بالفيديوهات حقت مشينما. ف ايش الشهر كمان الغلاف ذا، اغلبة الريجن 1 مره تيجي يعني مقفله بصعوبه، يعني من الصعوبات انك اصلا ما تفكها لانه ما في اللي هي حقه الشرطه دي حقه البلاي ستيشن او المكان ذا اللي يجي كذا زي الشريط فكه. طبعا اوكي اللعبه ريجن 1، اللعبه بلس 10 او ايفري 1 زي ما تشوفون، هذه بلس 10. اللعبة تشتغل طبعا اكيد فيها اونلاين، يعني زي ما اتوقع متعودين من نيد فور سبيد. اللعبة من كرايترون جيمز المطور حقها ومن ناشر اي اي، فا يلا خلينا نفتح نيد فور سبيد الليمتد اديشن. هذه نيد فور سبيد ليمتد اديشن، هنا ايش فيه؟ هذا اوكي، هذا الكود هذا الميد ان ان اف ال، لعبة كرة القدم الامريكية حقتهم ذي السامجة. وهذه لعبة او الكود حق شو اسمه حق الليمت اديشن، او اللي هو الكود اللي يخليك تلعب اونلاين عامة. ف اوكي يقول انه برضو يعطيك هذا الكود نفسه، برضو يعطيك البورش كاريرا والمازيراتي اللي قلنا يجينا دبل اكس بي والاشياء الكويسة منهم. و نايس والله، اي شغل مظبوط، يعني حطوا لك بدل ما يحطون نفس الوضع في اساسن كريد، حطوا لك كود واحد. يعني اساسن كريد زي ما شفتوا انا شريت الليمت اديشن في اساسن كريد، فجانا كودين عشان ناخذ الهديه حقت الليمت اديشن، لكن هنا ما شاء الله يعني كود واحد يشغل لك كل حاجه. وهذا الكتيب المعتاد حقنا، يعني دائما الكتيب ابو كلب هذا حق سيارات. ويا هذه اللعبة المنتظرة نيد فور سبيد موست، ايوه نيد فور سبيد موست وانتد ريجن 1 امريكية. اوكي اتمنى الفيديو عجبكم، ان شاء الله بحاول اجيب لكم جيم بلايز واشياء كويسة مع اخوياي كذا والحركات الخنفشارية في الاونلاين. طبعا بيكون لها ليتس بلاي، يعني ها كذا الخفافي كذا اونلاين واوفلاين برضه، يعني بلعب اوفلاين شوية بال نيد فور سبيد موست وانتد. ثانك يو مشينما، شكرا يا مشينما على الهدية الكويسة ذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.